الأداء التفاوضي الفلسطيني. هل كان بإمكان مفاوضي مدريد واشنطن التوصل إلى نتيجة أفضل؟ عنوان هذه الجلسة في هذا المؤتمر يتكون من شقين. الشق الأول، ما هي الفلسفة للقبول بأوسلو؟ ومنذ 20 سنة وحتى الآن ونحن نسمع إجابات عديدة ومختلفة على هذا السؤال، سواء ممن وقف خلف هذه المفاوضات وأشرف عليها، أو من شارك فيها، أو من استفاد ذاتياً شخصياً من نتائجها. وفي اعتقادي أن هذه الإجابات لم تقنع غالبية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وبنسبة أعلى بكثير الشعب الفلسطيني في الشتات. أما وبعد أن قالت الحياة كلمتها بعد تجربة 20 سنة، فقد قطعت جهينة قول كل خطيب. وبناء على ذلك فإنني سأحاول أن أكرس ورقتي هذه إلى الشق الثاني من عنوان الجلسة. هل كان بإمكان مفاوضي مدريد واشنطن التوصل إلى نتيجة أفضل، خاصة وأن القليل إن لم يكن القليل جدا ما قد كتب في موضوع هذا السؤال؟ يمكن تقسيم جولات مفاوضات واشنطن إلى 3 مراحل، أمر عليها بسرعة. الأولى، وتتكون من جولة مفاوضات واحدة وهي الجولة الأولى، أو ما أطلق عليها جولة الكوريدور، وكان هدفها فصل المسار التفاوضي الفلسطيني عن الأردني، أي وفد فلسطيني منفصل بديلاً عن الوفد المشترك وفد فلسطيني أردني. وقد تحقق هذا الهدف إلى درجة عالية. الوفد المشترك وعدده 14 عضواً، 7 فلسطينيين و7 أردنيين، أصبح وفداً فلسطيني ويتكون من 11 عضواً و9 فلسطينيين و2 أردنيان بصفة مراقب، والوفد الأردني أيضاً يتكون من 11 عضواً 9 أردنيين و2 فلسطينيان بصفة مراقب أيضاً. المرحلة الثانية، وتتكون من الجولات 2 وحتى 5، وقد عقدت هذه الجولات في ظل حكومة إسرائيلية برئاسة إسحاق شمير، والسمة الأساس لهذه الجولات هي الجانب الإعلامي والعلاقات العامة والصراع على كسب الرأي العام والتأثير فيه، حيث كان واضحا من مسلك الوفد الإسرائيلي أن هدفه كسب الوقت، وبالتالي كان الأمر بالنسبة للوفد الفلسطيني واضحا بانتفاء أي إمكانية أن تصل المفاوضات إلى أي اتفاق. وقد كشف هذا الأمر الشمير بنفسه عندما أعلن بعد هزيمته في انتخابات الكنيست ربيع 92 أنه كان ينوي إطالة أمد المفاوضات ل10 سنوات إلى حين يتمكن من نقل 1,000,000 مستوطن يهودي إلى الضفة الغربية. أما المرحلة الثالثة فهي الجولات 16، 17، وحتى 11، وهي الجولات التي تمت بعد فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست في ربيع 92. وبهذا الخصوص يجدر التذكير، وكما كتبت في حينه الصحف والمحللون بعد فوز حزب العمل برئاسة إسحاق رابين وحليفه حزب ميرتس، أن أحد أسباب هزيمة الليكود هي سياسة شمير تجاه مفاوضات واشنطن وتأثير النشاط الإعلامي بما فيه الفلسطيني في الرأي العام الإسرائيلي، بالإضافة إلى عوامل عديدة أخرى كتجميد ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل وغيرها من الأسباب. ولكن
يجب ملاحظة أنه وإن جاء الوفد الإسرائيلي إلى الجولة السادسة بالملفات القديمة، بيان قوسين كان رابين قد طلب تأجيل جولة المفاوضات، إلا أن الأطراف العربية المعنية سوريا، لبنان والأردن وفلسطين رفضت الطلب. إلا أنه كانت هناك ما تكفي من المؤشرات بأن هناك توجهات جديدة للحكومة الإسرائيلية تجاه المفاوضات، منها على سبيل المثال لا الحصر، على أعتاب بدء الجولة السادسة عقد رابين مؤتمرا صحفيا خصصه بالأساس للمراسلين العرب، وكان موضوعه عملية السلام والمفاوضات. وقد وجه رابين مجموعة من الرسائل الضمنية إلى الفلسطينيين من خلال هذا المؤتمر الصحفي، وحيث أن هيئة رئاسة الوفد الفلسطيني لاحظت ذلك، فقد طلبت النص الكامل للمؤتمر الصحفي المذكور وقامت بدراسته وتحليله واستخلاص ما يمكن استخلاصه منه. إن من أهم ما حصل خلال هذه الجولة هو الآتي، الجولة السادسة مقصد. كانت هيئة رئاسة الوفد تحتفظ بملف خاص اسمه ملف الحوارات الجانبية، الأمر الذي كان يلزم أعضاء الوفد بعد كل جلسة تفاوضية أن يبلغوا عن أي أحاديث جانبية تم تبادلها مع أعضاء الوفد الإسرائيلي بشكل غير رسمي أو عابر خلال فترة استراحة القهوة الكوفي بريك. في أحد الأيام أبلغنا ثلاثة من أعضاء الوفد بشكل منفصل، أي لم يعرف أحدهم عن الآخر، يعني بقصد أعضاء وفدنا، بما يلي: أن عضو الوفد الإسرائيلي فلان قال له بأن رابين يقترح كبادرة حسن نية خذوا استلموا قطاع غزة. لاحظنا أن الأمر هام والرسالة ذات مغزى، كون نفس الرسالة أداها ثلاثة مختلفون من أعضاء الوفد الإسرائيلي لثلاثة أيضاً مختلفين من الوفد الفلسطيني. قمنا بالطلب من الأعضاء الثلاثة بشكل مستقل أيضاً أن يقوم في اليوم التالي خلال استراحة القهوة بالتحركش، خلي أقول بديش أقول تحرش خلاص بعدين، بعضو الوفد الإسرائيلي وسؤاله: فيما إذا قبلنا استلام قطاع غزة، ماذا عن المستوطنات هناك؟ هل ستفككونها؟ وكان الجواب جاهزاً لدى الأعضاء الثلاثة وبشكل مستقل: إذا قبلتم استلام قطاع غزة فسنفكك مستوطناته. وقد قمنا بالطلب من أعضائنا الثلاثة أن يبلغوا نظراءهم بالرسالة التالية: إن كيس الملح على كتفكم الذي اسمه قطاع غزة ما بنزل إلا مع الضفة الغربية، الانسحاب من المنطقتين معا فقط. جوابنا هذا كان يستند إلى حقيقة معروفة للجميع بأن قطاع غزة كان يشكل بالنسبة للإسرائيليين عبئا كبيرا، وكانوا يريدون الخلاص من بأي شكل. ولعل الكثيرين يتذكرون قول رابين آنذاك: أما قطاع غزة فليبتلعه البحر. ألا يثير هذا الدهشة والاستغراب؟ خاصة إذا تذكرنا أن جولات مفاوضات أوسلو على مدى أسابيع وأشهر انتهت بالتوصل إلى اتفاق انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ومدينة أريحة مع الإبقاء على المستوطنات. ولذلك وعلى ضوء هذه الحقيقة أترك تقييم ما سمي إنجازاً في اتفاقية غزة أريحة، أولاً اتفاق أوسلو بدون تعليق، كان معطينا إياه بلاش. إشكالية المرحلة الانتقالية: إن مسألة إجراء المفاوضات وفق مرجعية مدريد
على مرحلتين انتقالية ونهائية. هي واحدة من أكثر المسائل التي كانت تثير قلق هيئة رئاسة الوفد الفلسطيني ولجنته الاستراتيجية، وكان التساؤل كيف لنا أن ندرأ خطر تأبيد المرحلة الانتقالية. فموضوعة المرحلة الانتقالية تمثل حجر الزاوية، وهي المسألة المركزية في المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن العنوان العريض للمفاوضات على هذا المسار كما جاء في رسالة الدعوة لمؤتمر مدريد التي وجهها راعي المؤتمر إلى كافة الأطراف هو ترتيبات الحكومة الذاتية المؤقتة Interim Self-Government Arrangements. ثم إن قواعد اللعبة بحكم مرجعيتها حددت أن تتم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مرحلتين انتقالية ونهائية، وإن مدة المرحلة الانتقالية هي 5 سنوات، وبالتالي ارتهان قضايا الشعب الفلسطيني المصيرية، الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير بتطورات المرحلة الانتقالية ونتائجها. لهذه الأسباب ولغيرها، فقد استثمرت اللجنة الاستراتيجية للوفد فترة الانقطاع الطويل ما بين الجولتين 5 والـ6 بسبب انتخابات الكنيست في إسرائيل، وكرست قرابة 2 أسبوع درست هذه المسألة وناقشتها من مختلف جوانبها في لقاءات دراسية ماراثونية طويلة، انتهت بالتوصل إلى وثيقة استراتيجية تضمنت الشروط التي يجب توفرها في أي اتفاقية مرحلية يتم التوصل إليها خلال المفاوضات، بحيث تضمن عدم رهن أهداف نضال الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سعيه لنيل الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير بمفاوضات المرحلة النهائية التي يفترض أن تبدأ في 3 للمرحلة الانتقالية. وكيف يمكن للمرحلة الانتقالية أن تكون ذلك الجسر الذي ينقلنا نحو شاطئ الحرية والاستقلال الوطني، وفي أسوأ الأحوال أن يقربنا من هذا الشاطئ لا أن يبعدنا عنه؟ وإذا كان من المتعذر أن تتضمن كل الضمانات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، فهل يمكن إبقاء الأبواب التي تقود إلى هذه الأهداف مفتوحة؟ وكيف؟ وهل يمكن إغلاق الأبواب التي لا تقود إلى هذه الأهداف؟ وكيف؟ إن الضمان الأقوى والأكثر ثقة لتكون المرحلة الانتقالية هي جسر العبور نحو الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير وتخليص الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حالة التبعية والعبودية للاقتصاد الإسرائيلي، تتطلب أن تتوفر في ظل المرحلة الانتقالية كل الآليات والديناميكية الداخلية الضرورية والكافية لنقل المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع على نحو تدريجي ثابت نحو الاستقلال الوطني. ولا شك في أن لهذه الآليات وهذه الديناميكية الداخلية متطلباتها على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي وعلى حقوق التشريع والعامل الديموغرافي، وكلها مرتبطة وتعتمد إلى حد بعيد على مدى سلطات وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية المؤقتة وطبيعة الاتفاقيات التي ستتمخض عنها مفاوضات واشنطن. وفيما يلي ملخص لهذه المتطلبات والاشتراطات كما نصت عليها الوثيقة الاستراتيجية المشار إليها أعلاه. أولاً، انتخاب مجلس فلسطيني في انتخابات عامة حرة وديمقراطية، والذي بدوره سيؤدي لقيام سلطة وطنية
أو سلطة الحكم الذاتي الانتقالية. ثانياً، يجب أن يتمتع المجلس الفلسطيني بحقوق الولاية (Jurisdictional Rights) الكاملة على كافة المناطق المحتلة في العام 67 وسكانها، وعلى هذا المجلس تيسير وضمان التواصل الجغرافي حتى في حال الاتفاق على بقاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في المرحلة الانتقالية. ثالثاً، يجب على المنطقة الواقعة ضمن صلاحيات سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية بمعنى الضفة الغربية وقطاع غزة أن تصبح منطقة اقتصادية منفصلة ولا نقول مستقلة. الأمر الذي يضمن للجانب الفلسطيني حقوقه في تطوير سياسات وخطط اقتصادية مثل الأسعار والرسوم والضرائب والسياسات المالية إلى آخره، وأي خطوات وإجراءات أخرى يرتعيها الجانب الفلسطيني من دون تدخل إسرائيلي. رابعاً، حق العودة للاجئين منذ العام 67 أو من أصبحوا يعرفون بالنازعين خلال المرحلة الانتقالية إلى المناطق الخاضعة لولاية الحكومة الانتقالية، وقد تم التأكيد على هذا الحق في اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وستتم إدارة عملية عودة هؤلاء اللاجئين وهم قرابة 1,000,000 فلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية الانتقالية على أساس أولويات تخدم المصالح الفلسطينية. خامساً، يجب أن يتمتع المجلس الفلسطيني المنتخب بالصلاحيات اللازمة للتشريع وإقرار القوانين الأساسية بشكل عام وحر، وذلك بالرغم من النواقص والتناقضات التي قد تعترض ذلك. في ظل هذا الفهم للمرحلة الانتقالية ومع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاشتراطات اللازمة لجعلها جسراً ينقلنا من وضع الاحتلال إلى استقلال وطني وحق بتقرير المصير، فإن جوابنا على السؤال فيما إذا وفرت اتفاقية القاهرة اتفاقية غزة أريحة أولاً المستندة إلى إعلان مبادئ أوسلو هذه المتطلبات هو قطعاً لا. وأكثر من ذلك، فإن القراءة المتأنية لاتفاقية القاهرة تبين أن الطرف الإسرائيلي وكما لو كان على علم بالوثيقة الاستراتيجية الفلسطينية وبالتالي ضمن عدم توفر عناصرها في اتفاقية القاهرة. تصنيف أراضي الضفة والقطاع إلى ثلاثة ABC أو الباجي. خلال المرحلة الثالثة لمفاوضات واشنطن التي بدأت بالجولة السادسة، وبالتحديد بدءا من الجولة السابعة، بدأت المفاوضات الحقيقية والجدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. خلال الجولة السابعة تم ولأول مرة تشكيل مجموعة لجان، أهمها لجنتين، لجنة الأرض والمياه ولجنة الاقتصاد، بالإضافة إلى لجان أخرى. وفي لجنة الأرض والمياه قدم الطرف الفلسطيني إلى الطرف الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الأسئلة غطت كل مناحي الأمر، وقد طلب الطرف الإسرائيلي إمهاله الوقت إلى النصف الثاني للجولة حتى يتسنى له التشاور مع حكومته والحصول على إجابات رسمية على الأسئلة. الجولة السابعة عقدت في خريف عام 92، وبسبب فترة الأعياد اليهودية التي تمتد أسبوعاً كاملاً زي الأسبوع الماضي قسمت الجولة إلى نصفين قبل وبعد الأعياد. في النصف الثاني من الجولة قدم الإسرائيليون إجابات. لدى تقديم الإجابات على الأسئلة الفلسطينية حصل الوفد الفلسطيني من الوفد الإسرائيلي شفاهة وبشكل غير رسمي خلال الجولة السابعة، ثم مكتوباً ورسمياً خلال الجولة الثامنة
على مشروع تنعكس فيه بوضوح استراتيجية حزب العمل، ومن ضمنها منع قيام دولة فلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى التخلص من خطر تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. فقد نص المشروع على مشروع الإسرائيلي على تقسيم الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67 إلى ثلاثة فئات. أرجو الانتباه إلى الأرقام والنسب التي سأذكرها. الفئة الأولى منطقة A، وتضم الأراضي التي تقوم عليها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك كل الأراضي المستغلة زراعياً من قبل الفلسطينيين، ويكون حق الولاية عليها وإدارتها المسؤولية المدنية والأمنية للفلسطينيين، ومساحتها تشكل 61.8% 61.8% من المساحة الكلية للأراضي المحتلة. بموجب اتفاقية أوسلو أصبحت هذه النسبة 2.5% فقط. الفئة الثانية منطقة B، وتضم الأراضي الخالية من السكان، وهي من الفئة الأراضي التي يطلق عليها الإسرائيليون أراضي الدولة وهي ليست كذلك، ومساحتها تشكل 30% من المساحة الكلية للأراضي المحتلة، ويقترح المشروع إدارتها إدارة مشتركة في إسرائيلية فلسطينية المدنية للفلسطينيين والأمنية للإسرائيليين 30%. بموجب اتفاقية أوسلو أصبحت هذه النسبة 22.5%. الفئة الثالثة منطقة C، وتضم الأراضي المخصصة للمستوطنات وفق مخططات التنظيم الهيكلي التنظيم الهيكلية الخاصة بها، والتي جرى توسيعها وإقرارها سابقا من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية في عام 90 عمليا، وكذلك الأراضي التي أقيمت عليها معسكرات الجيش الإسرائيلي. ومساحة هذه الفئة الثالثة سي تشكل 8.2% من المساحة الكلية للأراضي المحتلة، وتكون المسؤولية المدنية والأمنية عليها لإسرائيل. بموجب اتفاقيات أوسلو أصبحت هذه النسبة 75% من 8.2% ل 75%. شيء بلاش بريكم شيء. لا شك أن من الضروري التوقف والتمعن في هذه الأرقام، ومن ثم التساؤل كيف تمت الموافقة على نسب أوسلو، علما بأن وفد واشنطن كان يقدم تقارير رسمية أسبوعية عن كل ما يجري في المفاوضات للجنة متابعة المفاوضات في تونس، التي ضمت في عضويتها 4 من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ محمود عباس، في حين كان سكرتير اللجنة السيد حسن عصفور، علما أن حسن عصفور وأحمد قريع أبو علاء الذي أيضا كان عضوا في لجنة متابعة مفاوضات واشنطن بحكم مسؤوليته عن لجان المفاوضات المتعددة، هما اللذان فاوضا في أوسلو. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن تلقوا هذه النسبة التي ذكرتها، يعني من كان يفاوض في أوسلو ومن كان يتابع مفاوضات أوسلو كان على علم بهذه النسب والمقترح الإسرائيلي. الانتقال من واشنطن إلى أوسلو، الانتقال من واشنطن إلى أوسلو حتى إلى ما بعد عملية إبعاد مرج الزهور التي تمت بتاريخ 17/12/92، وحتى ما قبل بدء الجولة التاسعة التي بدأت بتاريخ 27/4/93، كان رابين لا زال يفضل استمرار عقد المفاوضات الثنائية في واشنطن. أنا يعني بأخذ هذا الكوت من كتاب طريق أوسلو للرئيس أبو مازن صفحة 198. وفي الجولة الخامسة 8/5/93 لمفاوضات أوسلو
وهي الجولة الأخيرة قبل انضمام أوري سفير مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، والذي انضم إلى الوفد الإسرائيلي في الجولة السادسة بتاريخ 21/5/93، قال يائير هيرشفيلد، برضو بعمل كوت من نفس الكتاب نفس المصدر، إن مهمة هذه القناة، قناة أوسلو، هي دعم محادثات الثنائي والمتعدد وليست بديلاً عنها. إن رابين يريد أن يجرب أسلوبه في التفاوض في واشنطن، لأنه مقتنع بأنه سيحصل على أفضل مما يحصل عليه هنا، ولذلك علينا أن نبدأ تدريجياً. طريق أوسلو صفحة 215. وبالفعل فإن رابين طلب مرتين أن يجتمع مع الدكتور حيدر عبد الشافي بعد تسلمه رئاسة الوزراء، ولكن الدكتور حيدر رفض تلبية الطلب خوفاً من ردود فعل تونس وعدم تفهمها للأمر. وحيث أن قناة أوسلو كانت من صنع باريس من ضمن المنافسة مع رابين، وانسجاماً مع الصراع الخفي والمعلن بين الرجلين وعلى مدى عقود، وهو ما عبر عنه رابين في منتهى الوضوح في مذكراته، فقد ظل رابين غير مكترف بقناة أوسلو حتى حصلت الواقعة التالية اللي غيرت موقف رابين، وهي على إثر إبعاد مرج الزهور اتخذ الوفد الفلسطيني في اجتماع له في القدس في نيسان 93 قراراً بالامتناع عن استئناف المفاوضات والسفر إلى الجولة التاسعة، باعتبار أن عملية الإبعاد تتناقض وروح المفاوضات، وأنه لن يعود إلى المفاوضات حتى تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارها وتعيد مبعدي مرج الزهور إلى وطنهم. وعلى إثر هذا القرار سافرت مجموعة من أعضاء الوفد برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي إلى اجتماع عقد في عمان في فندق الانتر كونتيننتال، دعا إليه رئيس اللجنة التنفيذية المرحوم ياسر عرفات، وحضرهم أيضا بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالإضافة إلى هيئة رئاسة الوفد وبعض أعضاء الوفد، وقد استمر الاجتماع من 7 مساء وحتى 5 صباحا، وقد كان اجتماعا صعبا وساده توتر شديد في القاعة، في ناس كانوا في هذا الاجتماع بالإضافة إليه. لقد تبين بأن الموساد الإسرائيلي حصل على تسجيل بالصوت والصورة لهذا الاجتماع الماراثوني، وبعد أن شاهد رابين بعض لقطات الاجتماع طلب رؤية التسجيل كاملا، وبعد أن فرغ من رؤيته استدعى يوئيل زينجر اللي هو الشخص اللي يثق فيه، وقد عمل مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي في محادثات فك الاشتباك الأول والثاني مع المصريين، وكذلك فك الاشتباك مع السوريين في السبعينات، وطلب إليه الانضمام إلى الوفد الإسرائيلي غير الرسمي حتى ذلك الوقت في أوسلو، حاملاً الأسئلة 40 التي تلاها المفاوضين الإسرائيليين، سين سؤال جيم جواب شفوياً، وكان ذلك في جولة مفاوضات أوسلو 7 بتاريخ 13/6/93. اللي عنده حب استطلاع بيقدر يقرأ هاي الأسئلة برضو في كتاب طريق أوسلو للرئيس أبو مازن موجودة. أسئلة 40 سؤال لم تقدم مكتوبة ولا أعطي وقت، تلميذ وأستاذ، سؤال جواب. لقد تبين وقد كتب الرئيس محمود عباس أبو مازن في كتابه طريق أوسلو صفحة 234، حاول وفدنا جاهداً أن يجيب على جميع الأسئلة من المعلومات المتوفرة لديه ومن واقع الاتفاق السابق، وقد كتب زينجر كل هذه الأجوبة، ثم ختم حديثه بقوله سنعود إلى رابين وبيريس.
وقال لهم بالتحديد كما ذكر حسن عصفور انه خلال اسبوعين اذا سمعتوا منا على ضوء الاجوبه فتصبح هذه قناه التفاوض الرسميه، واذا ما سمعتوا منا ما حدا شاف حدا، ولكن جرى الاتصال مش بعد اسبوعين، بعد اسبوع. قالوا حضروا حالكم هذا جايين. حمل يوئيل زينجر الاجوبه على الاسئله الأربعين الى رابين الذي بعد ان اطلع عليها قرر ان يعتمد قناه اوسلو بديلا عن قناه واشنطن. طبعا نعم. حمل يوئيل زينجر الاجوبه على الاسئله الأربعين الى رابين الذي بعد ان اطلع عليها قرر ان يعتمد قناه اوسلو بديلا عن قناه واشنطن، حيث اصبحت لديه ادله كافيه بانه يستطيع التوصل الى اتفاق مع الطرف الفلسطيني في اوسلو بابخس الاثمان، وهذا ما حصل. وتكفي العوده لمقارنه الارقام المتعلقه بمساحات فئات الاراضي اي بي سي التي ورد ذكرها اعلى للبرهنه على ذلك. هذا عدا عن أمور عديدة أخرى قد لا تقل أهمية مثل الجوانب الاقتصادية وحقوق الولاية وحق إعادة النازحين وغيرها. وقد كتب الرئيس محمود عباس بما عرف عنه من صدق وصراحة في كتابه طريق أوسلو صفحة 241-242 في وصف مفاوضات أوسلو ما يلي: كنا نفاوض وفدا متمرسا متمكنا وصاحب تجربة طويلة في المفاوضات مع أطراف أخرى وبخاصة مع المصريين، وبالإضافة إلى أنه يستند إلى أطقم كثيرة متخصصة قادرة على أن تزوده بكل المعلومات والتحليلات والأفكار والبدائل. بينما وفدنا اللي بتكون طبعا تعرفون فقط من اثنين أبو علاء وحسن عصفور، بينما وفدنا لا يمتلك مثل هذه التجربة وليس لدينا الإمكانيات المتوفرة للإسرائيليين، وإن توفرت فلا نستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر لأننا فرضنا على هذه المفاوضات نطاقا من السرية والكتمان حال دون استفادتنا من كل الطاقات الموجودة لدينا. ولا بد لي برضو بكمل هذا كوتيشن من رئيس أبو مازن الكتاب نفس الكتاب، ولا بد لي أن أقر أنه طيلة مفاوضات أوسلو لم نعرض النصوص على مستشار قانوني خشية تسريبها، ولذلك كنا نعتمد على خبرتنا وتجربتنا في التعامل مع النصوص، وقد حاولت أن أستفيد من بقايا المعلومات القانونية التي تلقيتها أثناء دراستي الحقوق في جامعة دمشق، ولكنني لا أستطيع أن أعتمد عليها لأنني لا أستطيع أن أصنف نفسي خبيرا قانونيا. السؤال الكبير الذي يبقى رهن الإجابة القاطعة عليه، السؤال الكبير الذي يبقى رهن الإجابة القاطعة عليه هو: ما هي دوافع الهرولة إلى أوسلو وإدارة الظهر لوفد دكتور عبد الشافي في واشنطن؟ إن جواباً على هذا السؤال قد يكون ما كتبه المحامي زياد أبو زياد، وقد لا يكون بالضرورة هو الجواب الوحيد. لقد كتب الأستاذ أبو زياد صحيفة القدس الأحد 15/9/2013 قبل أسبوعين: أما بالنسبة للأشقاء في تونس فقد كان هناك من يشكك بولاء شخصيات الداخل، وهو ما عرف آنذاك بمجموعة بيت الشرق بقيادة فيصل الحسيني، وكنت يعني بقصد هو أبو زياد أحد العناصر الرئيسية فيها.
كان هناك في تونس من يحذر من إمكانية انقلاب شخصيات الداخل على المنظمة، ووصل الأمر ببعضهم إلى القول بأنه إذا لم تبادر المنظمة إلى الأخذ بزمام الأمور مباشرة فإن مصيرها سيكون كمصير حكومة عموم فلسطين بعد حرب 48. ولعل هذا القلق والخوف كان السبب الرئيسي وراء سعي المنظمة إلى إيجاد مسار سري للتفاوض في أوسلو من وراء ظهر المفاوضين في واشنطن بقيادة الدكتور حيدر عبد الشافي الذي كان أول من حذر من خطر استمرار الاستيطان. انتهى الاقتباس من الأستاذ أبو زياد، وشكرا لكم.